عندما تريد أن تغير ألوان بيتك تحتاج إلى مختص في الطلاء، لكن هل صادفت امرأة مختصة في هذه الحرفة؟ إنها فتيحة من العلم بولاية الصيف، تنفرد باختصاصها في طلاء المنازل وإتقانها الكبير لهذا المجال الخاص بالرجال. أني عندي مدة 5 سنين وأنا يا وحدي، ما نكذبش عليك زدت دخلت الدومين آخر، أني وليت نحكم كما نقولوا حنايا الديار الديكوراسيون. فتيحة أبدعت في الحرفة وأصبحت تعلم الرجال، وتلقى تجاوبا كبيرا من طرف العائلات والزبائن. تفهم في الدومين، إخصائية في هذا الميدان كما نقولها، ويقصدها من كل جهة. ما احنا كما نقولكش ما يخصنا، والله نجيو لعندها نعيطوا لها ليها هي. سمعنا جبت هنا كبعت هضر مع تشاور هي والزوجة تاعي، وتخيروا لا كولور اللي يتفاهموا فيه بين بعضهم، اللي تعجبها لا كولور ديرها، وهذا هي كي عجبتني كاعت مرة تخطر مع مرة. حرفة الطلاء بالنسبة لفتيحة هي أكثر من أشغال، بل فن قائم بذاته. في الشهور الأولى كانت شوية متردة على الدومين هذا، بعد الوقت شهر بعد شهر بعد شهر هكذا لقيت روحي شوية، لقيت نفسي يعني طبعي نحب حاجة فنية هكذا. طورت شوية كتالوجات، ما كانتش زمان الكتالوج هذا حاضر، ولات فيها لا ماشين. هي امرأة عشقت الألوان فاقتحمت عالم الطلاء، وأعطته مسحة أنثوية وفنية قد لا يملكها الرجال.